لم تنتهي متاعب شركة سامسونج مع جهاز جالاكسي نوت 7، فقد أوقفت الشركة تصنيع الجهاز الذكي في مصانعها بشكل مؤقت بعد أن سحبت في الأسابيع الأخيرة 2.5 مليون قطعة منه من الأسواق. هذا التطور الذي لم تؤكده سامسونج أتى بعد شكاوى جديدة من ارتفاع درجة حرارة الأجهزة التي عوضت بها الشركة زبائنها ممن سحبت أجهزتهم. إذ يبدو أن عملاق الصناعة الإلكترونية الكوري الجنوبي لم يتمكن من إيجاد الخلل الذي يقف وراء ارتفاع حرارة بطاريات الليثيوم في أجهزة جالاكسي نوت 7. هذه الأزمة تعد الأكبر التي تواجه سامسونج، وقد تفاقم الوضع بعد أن حظرت بعض شركات الطيران على مسافرها حمل الجهاز خلال الرحلات.